في قلب المرتفعات الإسكتلندية تقع أشهر بحيرة على الأرض، لوك نيس. ظلت حكايات عن الوحوش تسكن هذه المياه المظلمة منذ حوالي 1500 سنة، ولكن في القرن الماضي تكثفت الروايات مع ظهور أكثر من 1000 مشاهدة مسجلة. لدي شعور أن أغلب الشهود صادقون. صورت أجسام غامضة بالفيديو إلى جانب إشارات أخرى التقطتها أجهزة سونار تستعصي عن التفسير. إنه واضح وهو يدعو للتحدي. هذا الشيء لا يمكن أن يكون خطأ، لا يمكن أبدا. لكن هل هو وحش أم أنه شيء آخر؟ ما هو إذن؟ تكشف أدق الدراسات لروايات شهود العيان عن الحقيقة وراء ظاهرة بحيرة لوك نيس. يوفر هذا مفتاحا لفهم تام لقصة بحيرة لوك نيس. أصبحت مياه بحيرة لوك نيس الباردة والمشؤومة هوسا عالميا. لعدة قرون ادعى الناس بأن هناك مخلوقا وحشيا يترصد في أعماقها. إن الوحش المعروف باسم نيسي يستمر بتحدي الظروف المناخية المتجمدة والتضاريس الغادرة ليصعب الأمور على العلماء والمهتمين. أنا حتما مهووس بنيسي، لا يمكنني إنكار ذلك. أمضى المهندس المتقاعد جوردن هولمز العقد الماضي في البحث عن نيسي. ظل يتفحص المياه كل يوم لسنوات، وهو يشك الآن أن المخلوق قد يكون ليلياً، فأصبح يفتش ليلاً. لا يظهر نيسي في ساعات العمل، لكن بدلاً من ذلك قد يظهر في الفترة ما بين الساعة 10 ليلاً وحتى 6 صباحاً، لا أحد يعلم. لذا هذا يستحق التحقيق بالتأكيد. يمشط جوردن البحيرة على أمل أن يلمح الوحش. إنه يعتقد بأنه سبق أن رآه بالفعل حين ظهر على السطح لفترة وجيزة ذات ليلة. رأيت شيئا يأتي باتجاهي على بعد 200 متر تقريبا، وقد بدا انسيابيا للغاية. ما زلت لا أعرف ما الذي رأيته ليلة 26 من مايو عام 2007. تعود مشاهدات الوحوش في بحيرة لوك نيس إلى القرن السادس، حين قام القديس كولومبا الذي قيل بأنه أدخل المسيحية إلى اسكتلندا بإنقاذ رجل من فكي الوحش. في القرون التي تلت ذلك تدفقت روايات عن مخلوق مجهول وضخم في بحيرة لوك نيس من شهود ينتمون لفئات مختلفة. لم أرى مثيلا له في حياتي. ارتفع ونزل ثانية. لم أكن أؤمن بوحش لوك نيس، وبعدها بلحظة أصبحت أؤمن بوجوده. ما هي الحقيقة وراء هذه الادعاءات الغريبة؟ على الرغم من مضي 80 عاما من البحث في البحيرة، لم يتم الكشف عن دليل قاطع بعد. والآن اتخذ البحث عن نيسي نهجا علميا جديدا كليا على يد الدكتور تشارلز باكستون. لدي شعور بأن غالبية الشهود صادقون. عملي كعالم يقتضي محاولة التوصل إلى ما رأوه وما قد يكون. في مرحلة من التحقيق الملحمي الذي استمر 3 سنوات، حلل باكستون آلاف روايات شهود العيان على أمل العثور على الدليل الرئيسي المفقود وراء هذا الغموض. لم يفكر أحد يوماً بدراسة ظاهرة وحش بحيرة لوك نيس بهذه الطريقة من قبل، ولهذا فهي توفر فرصة كبيرة لفهم الإشارات الكامنة في البيانات. للمرة الأولى سيمكن هذا التحليل الفريد الخبراء في كافة المجالات من تفسير أدلة شهود العيان بشكل علمي. ومع توالي النتائج ظهر فورا نمط محدد في البيانات. لدينا هنا رسم بياني لوقت مشاهدة وحش بحيرة لوك نيس. يمكننا أن نرى عددا قليلا جدا من المشاهدات في الفترة ما بين عامي 1930 و1933، ثم في عام 1933 ارتفع العدد. تتزامن ذروة عام 1933 مع افتتاح شريع A82 على شاطئ لوك الشمالي. لقد سهل الطريق الجديد للوصول إلى بحيرة لوك نيس، وأصبح مشهدها واضحا بعد قطع الأشجار الذي تم لتشييد الطريق، فارتفع معدل المشاهدات نيسي بشكل هائل.
لدي أفكاري الخاصة بشأن ما تقوله البيانات، لكنني مهتم حقاً باكتشاف ما سيقوله الخبراء. كان عالم الطبيعة أدريان شين يدرس بحيرة لوكنس لإحدى وأربعين سنة مضت، وأشرف على العديد من التحقيقات العلمية عن أسرارها الحيوانية. يمكن القول بأنها البحيرة الأشهر في العالم، لكنها ليست بالضرورة البحيرة التي تحظى بالفهم الأفضل، وهنا يكمن الغموض بالطبع. لفك هذا الغموض يعتقد شين بأن علينا فهم البحيرة نفسها. إنها تقع ضمن خط صدع غلين العظيم في اسكتلندا، والذي يقطع المرتفعات إلى نصفين. يمكنكم رؤية ذلك على الخريطة، ولأنه خط صدع فإنه جعل لبحيرة لوكنس خصائص مميزة. إنها طويلة ومستقيمة وضيقة وعميقة، إنها عميقة جداً. البحيرة ضخمة وتحوي كمية مياه أكبر من جميع البحيرات في إنجلترا وويلز مجتمعة، أي ما يكفي لغمر جميع البشر على وجه الأرض ثلاث مرات. هناك ثمة مجال يجعلها تضم بعض الأسرار، وهذه بلاد التنين في النهاية. انظروا إلى التلال المحيطة بها، انظروا إلى مياهها المظلمة المليئة بالمستنقعات. إنه مكان عدائي، عالم مفقود نوعا ما. لكن هل يمكن لأعماق بحيرة لوكنس المظلمة والشاسعة أن تخبئ كائنات مجهولة الهوية؟ لوحوش البحيرة جذور قديمة في التراث الشعبي في المرتفعات. لقرون كانت حكايات حصان الماء أو العفريت تفسر حالات الغرق أو تنفر الأطفال للابتعاد عن حافة المياه. لكن بيانات باكستون تكشف عن واقعة في بحيرة لوكنس في يوليو عام 1933، حيث تحولت الأسطورة إلى ظاهرة حديثة. كانت التجربة لزوجين إنجليزيين من عائلة سبايسر، ما حول أحصنة الماء إلى كائنات من عصر ما قبل التاريخ. كان جورج سبايسر يقود سيارته عائدا إلى المنزل مع زوجته على طول بحيرة لوكنس، فوجدا طريقهما مسدودا بسبب شيء لا يمكن تفسيره. رأى سيد سبايسر كائنا له عنق طويل يعبر الشارع أمامه، قال إنه يشبه الديناصور. كانت مشاهدة سبايسر نقطة تحول. لقد مات حصان الماء المذكور في الحكايات الشعبية القديمة، وولدت أسطورة حديثة عن وحش طويل العنق من عصر ما قبل التاريخ. بحيرة لوكنس التي تتركز عليها عيون العالم، الشهيرة بوحش أو وحوش ما قبل التاريخ، أصبحت أرض مغامرات جديدة. جاء صيادو الطرائد الكبيرة بحرابهم، ووصلت حمى نسي إلى مستويات جديدة حين رصد صاحب السيرك المغامر بيرترام ميلز مكافأة قدرها 20,000 جنيه، أي أكثر من نصف مليون جنيه بقيمته الحالية، لمن يستطيع القبض على الكائن. عاد صيادون خاوي الوفاض، لكن في أبريل عام 1934 التقط جراح من لندن صورة مهمة. التقطت هذه الصورة البارزة عام 1934 واعتبرت دليلاً دامغاً على وجود المخلوق المجهول طويل العنق في بحيرة لوكنس. طالب الرأي العام بتفسيره، لكن لم يتوافق أي كائن مائي حي مع هذه المواصفات. في الواقع ثمة حيوان واحد في تاريخ التطور توافق معها، حيوان مفترس طوله 12 متراً يملك عنقاً طويلة يعادل أكثر من نصف طول جسده، وهو البلصور. هذه عينة رائعة للبلصور، وقد تم استخراجها من حفرة طينية في بريطانيا في السنوات الأولى من القرن العشرين، وهي تجسد الصورة التي تشكلت لدى الناس عن وحش بحيرة لوكنس من نواح عديدة. توافق البلصور مع المواصفات التي ذكرها شهود مثل سبايسر بالنسبة للعنق طويل، لكن وجوده كان شائعاً أيضاً في البحار الاستوائية الدافئة المحيطة باسكتلندا قبل 160 مليون عام. لا يوجد مثيل له في العالم اليوم، وقد وصفه عالم إحاثة قديما بكونه ثعبانا متداخلا مع سلحفاة. هذا هو العنق الطويل الملتوي والمرن الذي اعتبر حتما عاملا تشخيصيا في صورة الجراح، والتي تم الاتفاق في جميع أنحاء العالم على أنها وحش بحيرة لوكنس.
مع تحدي الاكتشافات الجديدة للمعرفة العلمية في أوائل القرن العشرين، بدت فكرة البلصور الحي معقولة بشكل متزايد. في عام 1922 تم إطلاق بعثة للبحث عن البلصور في باتاغونيا، لكنهم لم يعثروا عليه. وفي عام 1977 سحبت مجموعة من الصيادين اليابانيين ما بدا أنه جثة بلصور طولها 10 أمتار. وصف مدير متحف طوكيو الوطني للعلوم الكائن بأنه زاحف، وتوصل عالم في جامعة يوكوهاما الوطنية إلى أن حيوانات البلصور لا تزال تجوب البحار قبالة سواحل نيوزيلندا بلا شك. لكن بعد شهور من التجارب تبين أخيراً بأنه قرش متحلل. تحمسنا لفكرة كائنات ما قبل التاريخ، وهي أكثر قبولاً في العوالم المفقودة والبيئات التي يصعب الوصول إليها كايتي في جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج وساسكواتش في غابات أمريكا الشمالية. لكن بحيرة لوكنس عالم مفقود لأنها عميقة ومظلمة. كان يعتقد بأن البلصور انقرض مع الديناصور، لكنها لن تكون المرة الأولى التي يتبين فيها أن أحد كائنات عصور ما قبل التاريخ حية في القرن العشرين. كان يفترض بأن تكون أسماك سيلاكانث قد انقرضت منذ 65 مليون عام، إلى أن اصطاد صياد واحد عام 1938. وكانت سمكة القرش الضخمة التي اكتشفت في هاواي عام 1976 قديمة جداً، لدرجة أن العلماء اضطروا لإحداث أسرة جديدة كلياً ونوعاً جديداً من سمك القرش. ثمة كائنات قوبلت الروايات التي تحدثت عنها بالتشكيك، وتبين لاحقاً بأنها حقيقية. ومثال ذلك الكائن الذي يملك رأس غزال وجسم حمار وحشي، وتبين بأنه أكاب. لذا أحياناً ينظر العلم لهذه القصص بأنها قد تقوم على أساس حقيقي. تم نفي الروايات عن الحبار العملاق والكناجر في البداية باعتبارها أسطورية، إلى أن أثبتت الأدلة الدامغة كالهياكل العظمية خلاف ذلك. يقدر الآن أن هنالك 86 نوعاً على الأرض لا تزال غير معروفة للعلم. على الرغم من كل هذا، يشير عمل تشارلز باكستون السابق بأن الأنواع الضخمة المجهولة ربما لا تزال موجودة. كان تحقيقي الأول عن معدلات اكتشاف الحيوانات البحرية العملاقة التي يفوق طولها المترين. في البداية اكتشفنا حيوانات بمعدل سريع جدا، ومع مرور الوقت وجدنا عددا أقل من الحيوانات الكبيرة، بينما يشير الرسم إلى استواء الخط، فهي لم تختفي كليا، ما يشير إلى وجودها نظريا. يشير تحليل باكستون إلى وجود 10 كائنات يزيد طولها عن المترين قد تكون لا تزال تترصد تحت الأمواج. هل يمكن أن يكون بلصور لوكنيس التالي؟ بدت الصورة التي التقطها الجراح وكأنها تشير إلى ذلك. تبين الصورة التي التقطها الجراح رأساً مرفوعاً طويلاً شبيهاً برأس الإوز وعنقه، ولطالما ربطت هذه الصورة وحوش لوكنس بالبلصورات. بدت الصورة أشبه بالبلصور حتماً، وهي تحمل شبهاً واضحاً بالكائن الذي وصفته عائلة سبايسر، لكن نظرة فاحصة في تشريح البلصورات تكشف عن عقبة كبيرة. تكمن المشكلة الحقيقية في هذه الأعمدة الفقرية العصبية، الناتئ الشوكي، النتوءات على العمود الفقري. إذا كان البلصور يحني رأسه إلى الأسفل كما هي الحال في هذه العينة، لا توجد مشكلة. ستتحرك هذه النتوءات وتبتعد عن بعضها، لكن لو حاول رفع رأسه وعنقه فهو سيتشابك ولن يستطيع التحرك إلى الأمام. لذا فإن السمة التشخيصية لصورة الجراح ومشاهدات الرأس والأعناق المرفوعة تصور الشيء الوحيد الذي لا يستطيع البلصور القيام به. درجة حرارة بحيرة لوكا المتجمدة وأعداد السمك الضئيلة تسلط مزيداً من الشك على نظرية البلصور. من المشاكل المطروحة مع وحش لوكنس قائمة طعامه، ماذا سيأكل؟ خصوصاً باعتباره كائناً قادراً على العيش والتكاثر كما تم اقتراحه. المشكلة هي أن البحيرة غير منتجة، فهي محاطة بصخور قاسية
وتنتج القليل من الأسمدة الكيميائية كالنترات والفوسفات في الماء. تبدأ السلسلة الغذائية بالنباتات المجهرية التي تتغذى على حيوانات مجهرية تتغذى عليها الأسماك التي ستتغذى عليها الوحوش إذا كانت موجودة. ما الذي صوره الجراح في مقطع الفيديو إذن؟ حاول خبير صور الجنائية مايك هارتسورن اكتشاف ذلك. رأيت هذه الصورة في وقت قريب فقط، وهي مقصوصة بشكل جيد، وإذا نظرتم إلى الصورة الكبيرة التي أخذت منها فحتما ستكتشفون أمرا ملفتا. إنها توحي بأن هذا شيء صغير وقريب جدا من الكاميرا وليس شيئا كبيرا وبعيدا. زعم الجراح الدكتور روبرت ويلسون بأنه التقط صورة من مسافة 400 متر، لكن نسبة الحذف المتموج تكشف أن زاوية الكاميرا نحو الأفق 19 درجة. بينما لم تكن كاميرا ويلسون أعلى من مترين فوق البحيرة، لا يمكن للوحش أن يكون أبعد من مسافة 4 أمتار. ثمة شيء غير معقول، أجرى أدريان شين بعض التحقيقات بمفرده واكتشف حجم وحش لوكنس الذي صوره ويلسون في الحقيقة. ليس من الصعب حقاً إثبات أن صورة الجراح قد تكون لشيء صغير جداً إذا لم تملك دلالات على المسافة. بعد 60 عاماً من اعتباره وجه نسي، أكد صانع النماذج كريستيان سبيرلينغ أخيراً بأن الصورة كانت خدعة. قام هو وزوج والدته بوصل عنق نموذج دمية غواصة والتقطا صورة من على بعد بضعة أمتار فقط من الماء قبل إعطاء صور للدكتور ويلسون لينشرها. ها هي صورة الوحش التي التقطها الجراح، هذا كل ما تحتاجه، يمكنك بسهولة تفنيد نظرية الحجم الهائل. سواء كانت خدعة أم لا، كان لصورة نسي التي التقطها سبيرلينغ تأثير حاسم على الوعي الوطني، وسمرت شهادات شهود العيان بالتدفق، لكن ما الذي كانوا يرونه؟ كان البحث عن نسي على وشك أن يصبح علمياً. تكشف قاعدة بيانات باكستون بأنه في عام 1962 وردت حوالي 700 رواية. طلب السياسي ديفيد جيمس إجراء دراسة جادة وأسس هيئة للتحقيق في ظاهرة لوكنس. بدأ عقد من المراقبة العلمية مع فرق المتطوعين الذين يراقبون البحيرة بكاميرات ويجمعون أقوال الشهود. فشلت الهيئة في العثور على الوحش، لكن تبين بعد 40 عاماً أن أرشيفهم المفصل لشهادات شهود العيان لا يقدر بثمن بالنسبة لتحليل تشارلز باكستون الحديث. حتى الآن الفئة الأوسع هي التي رأت حدبة واحدة داكنة، غالباً ما وصفت بأنها تشبه الزورق المقلوب، وثاني أوسع فئة هي التي رأت عدة حدبات داكنة. يعتقد أدريان شاين أن الوحش ذا الحدبة يعيدنا إلى الوراء إلى مخلوق أسطوري قديم آخر شوهد لقرون من قبل البحارة. نتحدث عن الحدبات، وهذا يدعو للتفكير بوحش لوكنس الشبيه بثعبان البحر وفيه صف من الحدبات المتعددة. خلال القرنين 18 و19 عاد البحارة بحكايات مماثلة عن أفعى متعددة الحدبات كالوحش الذي يصل طوله إلى 100 أمتار. السمك المجدافي هو الكائن الوحيد المعروف الذي تنطبق عليه الأوصاف، لكن حتى هذه الكائنات العملاقة التي تعيش في أعماق البحار لا يمكنها أن تتموج بجسدها لتكون حدبة. ماذا كانت الحقيقة خلف ثعبان البحر الذي شهد في لوكنس؟ تحمل النظرة الفاحصة في تحليل باكستون دليلا حاسما. مشاهدات الوحوش متعددة الحدبات في لوكنس سجلت فقط في الطقس الهادئ وفي الظروف الساكنة تصبح الظواهر السطحية ملحوظة للغاية. يدير الدكتور توم ديفي حوض فلو ويف التجريبي في جامعة إدنبرا. يمكن للموجات أن تجتمع لإنتاج أشكال معقدة للغاية، قد تحصل على أشكال مثيرة للدهشة تتشكل حتى لو تواجدت لفترة وجيزة من الزمن.
مختبر فلو ويف للأمواج الذي كلف 10 ملايين الجنيهات واحد من أكثر المختبرات تطورا في العالم. النظام الدائري الفريد قادر على محاكاة الظروف الجوية لأي موجة على مقياس 1/20 من الحجم. لذا تم تشييد هذه المنشأة في المقام الأول لدراسة السلوكيات في ظروف المحيط الحقيقية، واليوم سندرس ما شوهد في لوك نيس. أحد العوامل التي تسهم في تشكيلات الموجة الغريبة في بحيرة لوك نيس هو المشهد البيولوجي. تشجع الجوانب الصخرية شديدة الانحدار على انعكاس الموجات في اتجاهات مختلفة. من الممكن أن تجتمع موجات من اتجاهات متعددة لإنتاج موجات كبيرة جدا. في المختبر نختار متى بالضبط نولد هذه الموجات وأين ستتركز. في الطبيعة لن تحصل على الشكل الذي رأيته هنا، لكن تنطبق عليه مبادئ الفيزياء نفسها. دمج الموجات من اتجاهات مختلفة يؤدي إلى تشكيلات مثيرة للدهشة. حتى الجمع بين موجتين قد يؤدي إلى أشكال محدبة غريبة. لذا إذا كانت لدينا موجات من اتجاهين متعاكسين يمكننا بناء موجة مرتفعة. يمكننا بناء سلسلة من الحدبات التي يبدو بأنها تظل ساكنة. لدينا هنا موجتان متطابقتان قادمتان بزاوية 90 درجة، وعندما تندمج القمم تتشكل هذه الحدبات، والحركة النسبية لها تذهب من اليمين إلى اليسار. يمكنك الحصول على هذا في مساحة صغيرة على سبيل المثال إذا اندمجت أمواج قاربين معا. بالنسبة لأدريان شاين، الأشكال المحدبة التي أنشئت في فلو ويف مشابهة جدا للوحوش الشبيهة بالأفعى التي وصفت في لوك نيس. أفاعي البحر متعدد الحدبات في لوك نيس هي موجات قوارب بكل بساطة، وكانت الموجات الناجمة عن القوارب موجودة منذ عام 1820، لكن بعد تردد فكرة وجود أفاعي البحر اعتبرت على أنها ثعابين البحر. وأخيرا تم تفسير وجود الوحوش متعددة الحدبات، لكن مئات من المشاهدات الأخرى ظلت دون تفسير. رأينا عنقا ضخمة تخرج من الماء. رأينا الرأس والعنق وجسدا ضخما بطول 9 أمتار على ما أعتقد. للوصول إلى الحقيقة كان على المحققين التجول أسفل سطح البحيرة الخادعة. في الستينيات بعد عقد من الزمن فشلت مراقبة سطح لوك نيس في العثور على دليل على وجود الوحش بعيد المنال، لكن روايات شهود العيان عن المخلوق الغامض استمرت بتحفيز الغموض. وحين بزغ فجر السبعينيات أخذ المحققون البحث العلمي عن نيس إلى مستوى أعمق أسفل سطح البحيرة المعتم والمرعب. كان المحقق المخضرم أدريان شاين المتخصص في بحيرة لوك نيس من بينهم. عندها جاء دور كاميرات التصوير تحت الماء ودور الغواصات. يمكن التفكير بكل الأمور الغريبة التي جربت كتقنيات الصيد وبناء أقفاص ضخمة وتجربة طعوم مختلفة. حتى إن أحد المتحمسين وظف صانع عطور لصنع رائحة تجذب المخلوق. تمت تجربة كل شيء قد يخطر ببالكم. وأخيرا في عام 1972 بدأ أن هناك إنجازا. بعدما رأيناه نريد أن نلفت عناية السلطات الاسكتلندية والسلطات البريطانية جديا لمسألة حفظ البيئة وحمايتها. نعتقد بأنه الأعجوبة العاشرة في العالم إن صح التعبير. باستخدام كاميرا تصوير تحت الماء يمكن التحكم بها عن بعد، ادعت بعثة من الأكاديمية الأمريكية للعلوم التطبيقية أنها التقطت صوراً لكائن يشبه البلصور. بدت الصور الاستثنائية وكأنها تصف زعنفة ورأساً مزخرفاً وبلصوراً كاملاً. قدمت الصور لمجلس العموم ونشرت في صحف علمية، لكنها بدت للبعض أفضل من أن تكون حقيقة. هل يمكن للدكتور أن يمنحنا ضمانة مطلقة بعدم وجود خدعة؟ بالطبع. هذه الصور للزعنفة يبلغ طولها أكثر من 2 متر وأدت إلى تسمية الوحش بالنوع النادر نيسيتاريس رومبوفتريكس، وحش نيس دي الزعانف الماسية. وقد تم تحسين الصورة الأصلية من قبل متخصصين في التصوير الفوتوغرافي لخفض قلة وضوحها، لكن على الرغم من أحدث التقنيات وجد محلل الصور الجنائي مايك هارتسورن صعوبة في إعادة نسخ صورتهم. هناك الصورة الأصلية، لقد عرضتها لكثير من الضوء الأخضر للحصول على مقارنة، ثم زدت الألوان الرمادية وشبه البرتقالية لأحاول الحصول على الصورة التي يمكنكم رؤيتها، وحين قمت بقطعها وقلبها لمقارنتها مع صورتهم كانت هذه أفضل جودة حصلت عليها باستخدام أفضل الأدوات التي كنا نمتلكها عام 2014.
يظن مايك أن هناك طريقة وحيدة للحصول على الزعنفة من صور الأصلية. لقد استخدمت فعليا فرشاة لأجعلها تبدو شبيهة بهذه، وقد دفعني ذلك للاعتقاد بأنهم استخدموا شيئا فنيا أكثر وليس بهدف التحسين. وهذا سؤال متكرر، متى ينتهي التحسين ويبدأ الرسم؟ أثير مزيد من الجدل حين أشار بحث في لندن إلى أن اسم نيسيتاريس رومبوبتريكس الذي أطلقه سير بيتر سكوت كان جناساً لعبارة خدعة الوحش للسير بيتر إس. وأخيراً في عام 1989 اعترف الرجل المسؤول عن التحسين الأصلي تشارلز ويكوف بأن الحواف التي تجعل الصورة زعنفة حقيقية لم تكن واضحة أبداً في تحليله الأصلي، لقد رسمها أحدهم بعد تسليم الصورة للنشر. وظلت هوية المسؤول لغزاً، لكن عالم النفس كريس فرينش يعتقد بأن خدعة السبعينيات تسلط الضوء على قابلية دماغ لرؤية ما يتوقع أن يراه. أعتقد بأن هذا شرح رائع للطريقة التي يمكننا أن نعطي بها معنى وشكلا لشيء عشوائي، لكنني واثق جدا بأننا لو عرضنا تلك الصورة على شخص ساذج لن يقول أحد بأن لها علاقة بوحش لوكنس، بل ستكون مجرد تشويش لا معنى له. عقولنا التي تبحث عن الأنماط في كل مكان تجد معنى لكل شيء من القمر وحتى سطح المريخ. حين يذكر وحش لوكنس سنتصور شكل وحش، هذا الجسد الذي يحتوي على عنق ورأس، في حين أنه في الحقيقة هناك فجوة، لكننا نملأ هذه الفجوات بشكل تلقائي. هكذا يعمل التصور لكن بدون سياق، فهذا ليس دليلا قويا حقا. أعني لست مقتنعا، علي القول بأنني لست مقتنعا. جذوع الأشجار وغيوم الطمي في قاع البحيرة مصدر محتمل للغموض. لم أستطع أن أصدق أن عرض مجلس العموم حدث على أساس صور حيث توجد كتل من الطين والركام. كانت هناك لحظات نجاح، لكن في النهاية كانت النتيجة مخيبة للآمال. تأثير علم النفس في لغز لوكنس لا يتوقف عند التفسير البصري. تشير أدلة شهود العيان إلى مسألة ذات جذور أعمق لها علاقة بذاكرتنا. أنا متأكد من أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يدعون بأنهم رأوا الوحش صادقون تماما في ادعائهم، لكن صدقهم لا يجعله حقيقيا ودقيقا بالضرورة. تظل شهادات شهود العيان أقوى دليل على وجود نسي، لكنها تسلط الضوء أيضا على حساسية ذاكرتنا الجماعية الزائفة. يجري كريس وزميلته فيونا جابرت تجربة لفهم الدور الذي قد تلعبه الذاكرة الزائفة في لغز لوكنس. أجرينا دراسة اليوم عن إيحاء الذاكرة، وأحضرنا شخصين وعرضنا عليهما جريمة وهمية وهي عملية سرقة. ما لم نقله للمشتركين هو أن الشخص الذي كان يعملان معه هو ممثل. عرضت عليهما مقطع فيديو للسرقة وجلسا بجانب بعضهما البعض وقاما بتشفير ذلك، ثم ناقشا معا ما يذكران بأنهما شاهداه. بعد نقاش دام 5 دقائق طلب من المشاركين استعادة ما يذكرون رؤيته بأكبر دقة ممكنة. هل كانت هناك أسلحة؟ أجل، كان هناك سلاح. أعتقد أن أحدهما كان يحمل مسدساً، والرفيع كان يرتدي سترة جلدية. حسناً، ماذا كان الموظف يفعل خلال كل ذلك؟ يرتب الرفوف. لكن على الرغم من ثقتهم بمزاعمهم لا شيء من هذه الأحداث وقع بالفعل. لم يكن هناك سلاح ولا سترة جلدية، ولم يكن هناك مالك يرتب الرفوف. لكن خلال 5 دقائق من مشاهدة الحادثة كان 75% من المشاركين مقتنعين بأنهم رأوا شيئا لم يكن موجودا. لماذا؟ كان يرتدي سترة جلدية سوداء حتما. نعم، سوداء. ماذا كان يحمل السارق القريب من الباب في يده؟ كان يحمل سلاحا. وجدت الدراسة التي أجريناها اليوم أن أغلبية المشاركين غرر بهم بسهولة، ليس في أمر واحد فقط،
بل أحياناً قالوا أموراً نعلم بأنهم لم يروها حقاً، وتبين بشكل كبير كيف تتأثر ذاكرتنا. أعتقد بأن هذا مفاجئ جداً للرأي العام، لأن معظم الأشخاص يعتقدون حقاً أن ذكرياتهم تعمل مثل تسجيل الفيديو. يشير البحث إلى أن ذاكرتنا تتأثر بعمق بالمعلومات التي نستوعبها دون وعي بالتأثيرات الخارجية. يجب التفكير بنوع أخطاء الذاكرة التي قد تحدث في لوكنيس بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون تماماً ما يجب أن يبدو عليه ذلك الوحش. لديهم الكثير من الصور المرئية التي يمكنهم الوصول إليها بسهولة كبيرة حين يفسرون شيئاً ما، وقد يطورون هذه الذاكرة الزائفة كما فعل المشاركون في الدراسة. ألقى كل ذلك ظلالاً من الشك على صحة روايات شهود، لكن نظرة فاحصة على بيانات باكستن كشفت أن ذكريات شهود العيان متناسقة عبر الزمن بشكل مثير للدهشة. توقعت بأنه مع مرور الوقت وعلى مدى 30 عاماً من حديث الناس عن الوحش الذي رأوه سيصبح أكبر حجماً وأقرب، لكننا لا نرى هذا النمط في البيانات. سيظل الأمر بالنسبة لي لغزاً. أحتاج لمزيد من الأدلة لتقنعني بأن نيسي حقيقي، رغم أني أود تصديق بأن نيسي موجود. لكن في الثمانينيات كانت ولا تزال هناك زاوية واحدة يجب استكشافها في لوكنس، هذه المرة باستخدام أداة تكنولوجية غير متحيزة لا يمكن التلاعب بها، السونار. مع تطور التكنولوجيا خلال الستينيات والسبعينيات أصبحت بعثات سونار شائعة بشكل متزايد في لوكنس. في بداية الثمانينيات عادت أكثر من نصف عمليات البحث بالسونار بأهداف كبيرة ولا يمكن تفسيرها. هل كانت هذه دلائل على وجود الوحش أم أنها مجرد بيانات خاطئة؟ بعد عقد من إرسال بعثات بحيرة لوكنس لم يكن هناك أحد مؤهل أكثر من أدريان شاين لإجراء التحقيق. كانت أدلة غير مفسرة، فكان جزء من واجب محاولة حلها، لكن كان من الصعب جداً معرفة ما إذا كانت نقاط التلامس تتحرك فعلاً، أي بعبارة أخرى متحركة. يكشف السونار عن الأشياء الموجودة في الماء عن طريق صدى الموجات الصوتية المنعكسة عنها، لكن انقلاب درجات الحرارة والانعكاسات عن جوانب البحيرة قد تشوش الصورة لتجعل تحديد ما إذا كان الهدف متحركاً أم ساكناً ضرباً من المستحيل على قريب واحد. كان الحل الذي جاء به أدريان جريئاً وطموحاً، لكنه كان يأمل بأن يكشف ما إذا كان الكائن الضخم يسبح في لوكنس أم لا. أحضرنا لأنفسنا أسطولاً من مسبار الصدى، وشكلنا ستاراً بأسطول من السفن، وتحركنا من طرف إلى آخر في البحيرة لنحسم الأمر بشأن هذا الموضوع، وذلك من خلال جدار الصوت الذي لا مفر منه أبداً. عملية الفحص العميق أكبر تحقيق سونار في تاريخ البحيرة. تم ضبط كل جهاز سونار للكشف فقط عن الأجسام التي يتجاوز حجمها أكبر الأسماك. إذا كان هناك وحش في لوكنس فسيعثر التحليل العميق عليه. كان لدي 120 عنصراً في أسطولي و326 صحفياً معتمداً يراقبون الحدث، وكان العالم كله ينتظر. كانت النتائج مدهشة. كشف التحليل العميق عن 3 أهداف متحركة، وصفها خبراء السونار بأنها أصغر من الحوت لكنها أكبر من سمك القرش. ما طبيعتها؟ لا أعلم حقا، وهذا لا يعني أن هناك وحوشا في لوكنس، إنها تعني بأنني لا أفهمها. تظل الأجسام التي وجدت في التحليل العميق لغزاً. عام 2006 اتخذ تفسير وجود نيسي منعطفاً جديداً حين وضع المؤرخ ألبرت جاك نظرية جديدة كلياً، زاعماً بأنه اكتشف أخيراً مصدر كل مواصفات نيسي الموجودة في قاعدة بيانات تشارلز باكستن خلال سنوات الذروة منذ عام 1933 و1934. يعتقد ألبرت بأنه اكتشف أخيراً ماهية هذا المخلوق الغريب، وقد جاء إلى متنزه ويبرن سفاري ليراه بنفسه. لأول مرة تسنت لي الفرصة لاستكشاف بعض النظريات التي وضعتها عن وحش لوكنس، آمل بأن أكتشف كم كنت قريباً من الحقيقة. يعتقد ألبرت أن الوحش الذي شاهده الكثير من الأشخاص كان كائناً لا يتوقع أحد رؤيته في بحيرة اسكتلندية، لكن قاعدة بيانات باكستن مليئة بالأدلة على هويته الحقيقية. ألا تبدو مدهشة؟
تستطيعون رؤية الجلد؟ إنه يبدو تماما كالكثير من الأوصاف التي وردتنا في الثلاثينيات والأربعينيات عن وحش لوكنيس. تخيلوا لو كنتم على بعد 500 أو 600 متر وكانت أمسية مملة ومظلمة والشمس تغرب، لن تميزوا الفرق. لكن لأنه يبعد لمسافة قارات عن بيئته الطبيعية، كيف يمكن لفيل أن ينتهي به الأمر في لوكنيس؟ يعتقد ألبرت أن الإجابة لدى المغامر بيرترام ميلز. بيرترام ميلز مالك سيرك معروف جدا، واستطعت تتبع سيرك ميلز في إنفرنيس خلال السنوات نفسها التي تم فيها افتتاح شارع 82 وامتد على طول البحيرة، وقد تزامن ذلك مع زيادة المشاهدات بالطبع. كان ميلز واحدا من أوائل من قدموا سيرك الفيلة إلى اسكتلندا، لكنه تم كثيرا بأسطورة لوكنيس أيضا، ورصد جائزة كبرى بما يكفي لتسبب له الإفلاس أي شخص يقبض على الوحش. لكن هل كان طائشا؟ كانت لدينا فيلة خلال عامي 1933 و1934 كجزء من السيرك، وقد تم توثيق قيامه بغسلها في البحيرة. وتؤكد تقارير صحفية أن ميلز قام بغسل حيوانات السيرك في لوكنيس، ورغم عدم وجود دليل على أن هذا شمل الفيلة، تم توثيق النشاط بشكل دقيق في مكان آخر في البحر في بلاك بول، وفي النهر في ليمينغتون سبا. الحدبات، العنق، الجلد، والحجم الضخم، هل ما رآه زوار بحيرة لوكنيس كان فيلة بيرترام ميلز وهي تسبح؟ اجتمعت هذه العوامل معا بالنسبة لي لتخلق أسطورة نمت منذ ذلك الحين أكثر فأكثر، وتطورت واتخذت اتجاهات مختلفة، لكنها بدأت هناك. لكنها نظرية ضعيفة. كان الاستحمام في الأماكن العامة يعتبر دعاية وليس سرا، كما فشلت فيلة بيرترام ميلز بأن تثبت أنها المسؤولة عن الروايات التي تتحدث عن الوحوش التي يرجع تاريخها إلى مئات السنين. لكن مشاهدات ألبرت قد تكون هي ما خلق أسطورة نيسي الجماعية التي ما تزال قائمة حتى اليوم. وتستمر الأسطورة. ثمة أمر آخر جاء ليحل محلها وعلينا معرفته. في عام 2007 عرض دليل جديد سيساعد أكثر في شرح اللغز. في 26 مايو أيار عام 2007 أثمر صبر الباحث عن نيسي جوردن هولمز أخيرا حين صور هذا الفيديو الاستثنائي لشيء يتحرك في لوكنيس. رأيت شيئا يتجه نحوي على بعد 200 متر تقريبا من هذا الموقع. قمت بتقريب الصورة، وأيا كان فقد بدا انسيابيا بشكل لا يصدق، وكان كما أظن على ارتفاع نصف متر أو متر فوق الماء، وكان يتحرك بسرعة كبيرة. من الواضح بأنه ليس فيلا ولا أمواجا ناجمة عن قارب ولا تلاعبا في الصورة، إنه واحد من أكثر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها لنيسي إدهاشا. حاول خبير الصور الجنائي مارك هارتسورن أن يعرف ما يظهره. حين قمت بتثبيته استطعت أن أفهم طريقة تحرك هذا الكائن بشكل أكبر بكثير. يمكنكم أن تروا بأنه قاتم ويتحرك عكس الأمواج، وحجمه كبير حتما، ويتحرك بطريقة مفعمة بالحيوية من تلقاء نفسه. كشف المزيد من التحليل عن مفاجأة أكبر، مفاجأة قد تفسر بعض المشاهدات التي سجلت في الثلاثينيات. إذا أمعنتم النظر في الخلفية ثمة ما يبدو وكأنه خط ثان، وضعت بعض الضوء حوله لتتمكنوا من رؤيته. وإذا كان نيسي فعلا فإن له صديقا. تكشف قاعدة البيانات الإحصائية الجديدة أن متوسط طول نيسي يقدر بخمسة أمتار، لكن أكبر الكائنات المحلية في البحيرة كانت ثعالب الماء وسمك الشار القطبي. لكن أدريان شاين يعرف إحدى سمات البحيرة التي قد توفر الإجابة، إنه يتجه إلى نهر نيسي إلى مصدره الأصلي. أعتقد أن لوكنيس معزولة عن كل شيء آخر، لكنها ليست كذلك. إنها متصلة بالبحر عن طريق نهر نيس وطوله 7 أميال. اقترح الكثير من الأشخاص أن مخلوقا بحريا عملاقا ربما وجد طريقه إلى البحيرة من البحر العميق، لكن أدريان شاين يشك بأن شيئا مألوفا أكثر مسؤول عن المشاهدات. وصلت الفقمات في الوقت الحاضر إلى لوكنيس عام 1985،
وصلت الفقمة الشائعة إلى لوكنس وتم تصويرها، ومنذ سنوات عديدة رأينا فقمات رمادية في البحيرة. تتغذى الفقمات على سمك السلمون، ومن الممكن استدراجها إلى لوكنس خلال هجرة السلمون السنوية. قد تكون مسؤولة عن بعض المشاهدات، خاصة تلك المتعلقة بمشاهدات الكائن وحيد الحدبة. تحدث البعض عن كائنات تملك رأسا يشبه رأس كلب اللابرادور، ستكون هذه هي الفقمات الشائعة. وكانت هناك مشاهدات على اليابسة أيضا في الظلام أحيانا لأشياء تجر نفسها على الطريق أمام عربات الخيول الصغيرة. هل يعقل أن شريط جوردون هولمز يصور فقمتين؟ إنه احتمال وارد. يقترح الناس بأنها قد تكون فقمة. كانت هناك رواية خلال عامين من مشاهداتي بوجود فقمتين طليقتين في البحيرة، ما يضع علامة استفهام على ذلك. وقد لا يكون هولمز أول شخص يخلط بين الفقمات ونسي، ربما حدث ذلك في الثلاثينيات أيضا. قد تكون مرشحة، وأعتقد بأن ذلك حدث في عام 1934 على الأرجح، لأنه كان هناك بعض الروايات عن فقمات في المرة التي سجلت فيها بعض المشاهدات الكلاسيكية للوحش. الفقمات والفيلة وأمواج ناجمة عن القارب ربما ساهمت في ظاهرة بحيرة لوكنس، لكنها ما زالت تروي جزءا فقط من القصة. لفهم لغز لوكنس علينا أن ننظر في مكان آخر، ليس في أعماق مياه البحيرة المظلمة، بل في أعماق عقلنا الباطن الغامضة وقابليتنا للتصديق. قد يكون هذا بالغ الأهمية لتوفير مفتاح لما يكمن وراء قصة وحش لوكنس. باستخدام التحليل الإحصائي الفريد الذي أجراه تشارلز باكستون، يعتقد عالم النفس الدكتور كريس فرنش بأنه توصل أخيرا للمذنب الرئيس في هذا اللغز، ويكمن دليل في ظاهرة خارقة تبعد كل البعد عن لوكنس. عام 1978 ارتفعت مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في المملكة المتحدة على الفور بعد إصدار برنامج لقاءات قريبة مع النوع الثالث، وارتفعت مجددا بعد إكس فايلز عام 1998. عند النظر إلى نمط مشاهدات لوكنس يرى كريس نفس العملية. بالنظر إلى هذا الرسم البياني، أول شيء يلفت النظر هو الارتفاع الضخم في أوائل الثلاثينيات، حيث تم إصدار الفيلم الناجح جدا كينغ كونغ عام 1933. وهناك مشهد حيث يقاتل كينغ كونغ الديناصور الشبيهة بالبلصور، والذي أثق بأنه كان له تأثير كبير من حيث توفر الصورة الأساسية التي فكر بها الناس، حين اعتقدوا طبعا بأنهم شاهدوا شيئا هناك في البحيرة. جورج سبايسر أول رجل شاهد وحشاً من عصور ما قبل التاريخ في بحيرة لوكنس، قارنه بالكائن الذي شاهده في كينغ كونغ منذ الثلاثينيات فصاعداً. يبدو أن صورة الوحش الموجودة في الثقافة الشعبية أثرت بشكل كبير ومتكرر على المشاهدات في لوكنس. جاءت صورة الجراح الشهيرة والتي وفرت صورة نموذجية لوحش لوكنس، لهذا أعتقد بأن الذروة تتوافق مع ذلك بشكل واضح. وليس من الغريب أننا لو نظرنا آنذاك إلى فترة الحرب العالمية الثانية سنجد أن الناس كانوا منشغلين بأمور أخرى، لن تكون هناك مشاهدات كثيرة حينها. وبعد إحلال السلام عادت مشاهدات نسي، وفي الستينيات ارتفعت مرة أخرى بعد إصدار الفيلم The Giant Behemoth، وكتاب مؤثر تحدث بالتفصيل عن أكثر من 100 مشاهدة للوحش. كما كان هناك أيضا مكتب التحقيق في لوكنس، حيث اتخذت فكرة وحش لوكنس فجأة طابعا علميا بسببه. يدعم ذلك كثيرا فكرة أن نيسي هو نتاج الثقافة وليس كائنا حقيقيا في بحيرة لوكنس. لكن على الرغم من تحليل فرنش، ما زال هناك أشخاص أمثال جوردون هولمز يتشبثون باحتمال وجود أشياء غير مفسرة. هل نريد حلاً؟ هل نود أن نظفر بوحش لوكنس ونقول إنه يبدو هكذا أو إنه لا يبدو هكذا أو إنه غير موجود؟ ربما علينا ترك عنصر الغموض لتظل الأمور كما هي، وأن نسمح لهذا اللغز بالاستمرار. رغم مضي قرنين من التحقيق العلمي، إلا أن عدداً كبيراً من الكائنات العملاقة التي تعيش في أعماق البحار ما زالت تنتظر الاكتشاف.
في عالم يتقلص باستمرار نعتقد بأننا نفهمه أكثر، نود الاعتقاد بأن هناك شيئاً أشرس وأسوأ منا. هل تم حل اللغز أخيراً؟ هل تكمن الإجابة تحت مياه لوكنس أم في أعماق الحالة النفسية الجماعية؟ الحقيقة هي أن هذا يطلعنا على الكثير عن أنفسنا وعن نفسيتنا وعن الطبيعة البشرية أكثر مما يخبرنا به عن وحش لوكنس. أعني بأنهم كانوا يقولون في إكس فايلز إن الحقيقة هناك، وأعتقد بأن الإجابة هي أن الحقيقة هنا. أيا كانت الحقيقة بالنسبة لملايين المؤمنين بوجود وحش لوكنس، فإنه سيظل خالداً.